السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم المدرس المساعد حسن علاء الدين. أهلا بكم في المختبر الإلكتروني الثاني بخصوص الجلايكوسايد، واللي راح ناخذ به الكارديو أكتيف جلايكوسايد. كباك جراوند عن الموضوع، الكارديو أكتيف جلايكوسايد سمته بهذا الاسم أكيد بسبب الإفكت مالته على الهارت. زين، طبعا الجزء الفعال من عدها او اللي هو اكيد راح يكون الاجلايكون النون شوغر بارت. النون شوغر بارت بالكارديو اكتيف جلايكوسايد يكون دائما الحلقات الرباعيه، واسمه هو سايكلو بنتا فينانثرين. سايكلو بنتا هاي الحلقه الخماسيه اللي تبعوها، هاي سايكلو بنتا. الفينانثرين ذني الحلقات الثلاثة نسميها فينانثرين، فصار سايكلوبنتا فينانثرين. تمام، زين. The steroidal aglycone are of two types. قلنا ذنيش الحلقات الرباعية سميناها steroidal nucleus، اللي هو موجودة بكل الكارديو اكتيف جلايكوسايد. زين، على موجودة على شكل نوعين الكارديو اكتيف جلايكوسايد. النوع الاول نسميه كاردينولايد، زين، والنوع الثاني نسميه البوفادينولايد. شنو الفرق بيناتهم؟ الستيرويدال نيوكلياس الحلقات الرباعيه على كربون رقم 17 اكو لاكتون رينج، واحنا نعرف اللاكتون رينج. اللاكتون هو استر، منو من عندنا يعرف الاستر؟ سي دبل بوند او، من هنا ار، من هنا شنو؟ او ار. هذا شو نسميه استر. اللاكتون شباب، اللاكتون هو شنو؟ هو سايكليك استر، استر حلقي وليس اليفاتي. زين، تشوفون طلاب الكاردينولايد، هذا الكاردينولايد وهذا البوفادينولايد. الكاردينولايد شو تكون مالته؟ اللاكتون رينج خماسيه، بينما البوفادينولايد قلنا 6 ممبرد رينج، حلقات حلقه شنو تكون؟ حلقه سداسيه. هاي الكربون رقم 17، تمام، تشوفون على كربون رقم 17 اي كارديو اكتيف جلايكوسايد بنوعيه ايش اكو؟ اكو لاكتون رينج. تتبعون السهاش عندنا هاي سي دبل بوند او، من هنا ار، هذا الار يعتبر، وهذا ايش تعتبر؟ الاو ار، استر حلقي. جيد، هنا الستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب، الافكت مال هاي المركبات عم تعطينا افكت على عضله القلب. لازم عندها خصائص بالستركتشر الكيميائي مالتها. هاي الخصائص اولا على كربون رقم 17 قلنا اكو لاكتون رينج، تمام، على كربون رقم 17، هاي كربون رقم 17 تشوفوه طلاب، لازم اكو لاكتون رينج. بالاضافه الى انه على كربون رقم 3 شاكو لازم؟ كربون رقم 3 لازم شاكو عليه هيدروكسيل جروب، وعلى كربون رقم 14 اللي هي هياتها هاي، زين، لازم شنو اكو؟ لازم اكو هيدروكسيل جروب ايضا. بالاضافه الى النقطه الرابعه اللي هي الكات سي اي تي اس، اللي هي ستيريو كيميكال ريكوايرمنتس. هاي خصائص طبعا تاخذوها سيل الكيمياء الفضائيه جدا مهمه. تتصورون الستركتشرات كلها على شكل 3D 3 dimensions وليس 2 dimensions او 1 dimensions. زين، تتبعون هاي طلاب الاصر الطوخ هياتها مثلا، هاي شنو هاي الاصر الطوخ؟ تصورها كانما جايه عليك، بينما هاي الاصر المقطعه هاي مثلا بالعكس رايحه بعيده عنك، 3 dimension. طبعا هاي المختصرات السي اللي هي السيس، الاي هي الانتي، تي هي ترانس، هاي يعني ما اطالبكم بيها، هاي تاخذوها بتفاصيلها بالستيريو كيمستري. المهم تعرفون انه ستيريو كيميكال ريكوايرمنتس لازم موجوده خاصه بمن؟ بهذا المركبات على مود تكون فعاله على عضله القلب. الميديسينال يوز مالتها اكيد شغلات تخص الضغط ومشاكل القلب. زين، السي اتش اف كونجستيف هارت فيلير، they are used to treat cardiac arrhythmia because they decrease heart rate. الارثميا اللي هي ممكن يصير تكيكارديا بالقلب، على فرش يصير بريديكارديا،
دقات قلب سريعة عرفه ينخفض، يعني ماكو رذم بالموضوع خربطة. زين البلانت كونتين كارديو اكتيف جلايكوسايد مثل الديجيتال سلاناته. زين وعرفنا انه هذا قلنا السبيشيز، زين طلاب هذا السبيشيز العفو الجينس، وهذا السبيشيز. الجينس يبدي بكابيتال لتر مثل ما تتوقعون. زين الجزء المستخدم هو من هو الاوراق من هاي النبات. المواد الفعالة الناتوسايد ديجوكسين ديجيتوكسين اللي كلها تشتغل على عضلة القلب. زين النبات الثاني اللي راح نشتغل عليه طبعا بالمختبر اسمه الدفلة، اللي هو النيريوم اوليندر. النيريوم شنو؟ النيريوم اوليندر الدفلة، واكيد كليتنا شافيها النيريوم اوليندر اذا طالعين نطلع بالشارع نشوفها بالحدائق موجودة دائما هاي الدفلة. زين اللي راح نشتغل عليها بمادة الاليوندرين، اللي هي شنو هو الاليوندرين؟ راح يشتغل على عضلة القلب كارديو اكتيف جلايكوسايد اوليوندرين. تمام السايد افكت مالت الكارديو اكتيف جلايكوسايد بشكل عام على السي ان اس سنترال نيرف سيستم على الجهاز العصبي، تسبب لنا مشاكل هالوسينيشن، مشاكل بالبصر فيجوال ديستربنس، مشاكل بالمنطقه الهضميه الجاسترو انتستينال تراكت، لعبان نفس، نوزيا، الفوميتينج، زواع، دياريا، اسهال. زين بالاضافه الى شغلات تخص الستيرويدال ستراكشر، اي مركب بهاي الستيرويدال نيوكلياس ممكن يسبب لنا الجينوكوماستيا اللي هي شنو؟ التثدي عند الرجال. الكارديو فاسكولار سيمتومز مشاكل بالقلب، ممكن الارثميا اذا كانت الجرعه عاليه او ناصيه ممكن يعالج، هو يعالج الارثميا بس اذا مشاكل بالجرعه قليلة أو عالية الجرعة ممكن هو يسبب نفس المشكلة. ممكن يسبب مشاكل بالالكترولايت مثل نقص البوتاسيوم، زيادة بالكالسيوم وما شابه. كل هاي السايد افكت اللي تشوفه هو سببها شنية؟ هاي نارو ثيرابيوتيك ويندو. عندنا نارو ثيرابيوتيك ويندو، بس نشوف شنو نقصد بالنارو ثيرابيوتيك ويندو. هذا ديجوكسين طلاب اذا تنتبهوا لي على الجرعه مالته تشوفوها بالمايكروغرام وليس بالمليغرام، تعرفون كل واحد مليغرام يساوي 1000 مايكروغرام. هسه الادويه كلها بالصيدليات بالمليغرام، يعني هسه هذا ايش قد جرعته؟ 0.125 مليغرام. شوف ايش قد جرعه قليله، ليش؟ لانه نارو ثيرابيوتيك ويندو. زين تتابعون طلاب هسه هاي المنطقه الخضراء نسميها ثيرابيوتيك ويندو. تمام الدواء من بداخل هاي الويندو دا يطيل افكت مالته، من يرتفع يوصل مثلا للمنطقه الحمراء جرعه زايده يعطينا السايد افكت التوكسيسيتي مالته، او اذا جرعه قليله يظل بالمنطقه الصفراء سب ثيرابيوتيك افكت، ماكو اي افكت. هذا التايم الاكس اكسس والواي اكسس هو الكونسنتريشن تركيز الدواء بالدم، فلازم يكون تركيز الدواء بالمنطقه الخضراء اللي هو ثيرابيوتيك ويندو. الديجوكسين طلاب مشكلته وين الديجوكسين؟ الديجوكسين هسه مثلا الديجوكسين هذا الثيرابيوتيك ويندو تبعوه ايش قد نارو الثيرابيوتيك ويندو مالته المنطقه الحمراء، يعني اذا شويه زياده بالجرعه عبر الثيرابيوتيك ويندو وين يوصل؟ يطبنا بالمنطقه التوكسيك افكت، يعطينا التوكسيسيتي اللي شفناها، او اذا كانت الجرعه قليله ايش راح يكون عندنا؟ نو افكت. طبعا طلاب هالكيرفات ما يعني ما اطلبها منكم، بس كلش تفيدكم طبعا بالفارماكولوجي راح تاخذوها بتفاصيلها، بس اذا انا افتهمتوها راح تستفادون. هذا اقصد به ثيرابيوتيك اندكس او ويندو، تشوفون شلون نارو يعني مجرد زياده بالجرعه ايش صار عندنا توكسيسيتي عبر الكيرف، تركيز بالدم قليل نو افكت. تمام هسه راح نطب البروسيجر طلاب نتناولها بالجزء الثاني ان شاء الله.